توقعات العشرية الأولى مواليد 21 مارس ل 31 مارس. شعبيتك النهاردة هتبقى مرتفعة زيادة عن اللزوم، هتستعد لكل الحاجات اللي تعتبر مش متوقعة بالنسبة ليك. المفاجآت النهاردة هتبقى ثارة جدا، هتبقى في انتظارك حتى فوق كل ده. شريك حياتك دايما بيبقى بيحتفظ بحاجة تعتبر خاصة جدا ليك، لكن ما تخليش توقعاتك دي تبقى مرتفعة زيادة عن اللزوم، ويخليك شكور دايما على كل الحاجات اللي بيجيبها لك وتقابلها منه. هيتفاعل كل أصدقائك معاك النهاردة بإيجابية، وهيقدرك كل شركائك اللي بيعتبروا محتملين النهاردة، وده كله بسبب التأثرات اللي بتبقى براقة بالطريقة اللي انت بتتعامل بيها معاهم. توقعات العشرية التانية مواليد 1 أبريل ل 10 أبريل، عندك جاذبية كبيرة جدا جدا بتحيط بيك. اليوم هتعرف تظهر معدنك بشكل كويس نظرا للجاذبية اللي بتبقى بتتمتع بيها في اليوم. انت هتبقى مجهز جدا للشغل من خلال فريق، والحاجة اللي انت بتنتظرها النهاردة واللي انت مش عارف لحد امتى هتستمر في ده. من ناحيتك الصحية النهاردة انت هتبقى بتشعر برضا تام وراحة كبيرة جدا جدا، وده كله بيأثر بشكل كبير على التناغم اللي هيحصل بينك وبين جسمك وعقلك بشكل ايجابي اكتر على كل الاشخاص اللي حواليك، وبالتالي على كل المشروعات اللي بتعتبر مشتركة مع كل اصدقائك الكويسين. ودي هي وصفة الطبيب الحالية لحالتك. توقعات العشرية الثالثة مواليد 11 أبريل ل 19 أبريل، عندك ديناميكية بدنية وذهنية كبيرة جدا جدا. انت هتبقى بأمور عمل الحيوية والنشاط البدني والذهني في اليوم ده. هتستخدم كل إمكانياتك علشان تعرف تاخد القرار السليم، علشان تعرف تنفذ بيه كل مخططاتك وتتقدم بيه للأمام أكتر في كل مشروعاتك اللي انت حابب انك تتقدم فيها. مش هيفيدك انك تبقى مكتفي بأمجادك الماضية ولا حتى السلبية.